وفي الضفة الغربية أعلنت وزارة الصحة استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن في جنوب نابلس، لترتفع بذلك حصيلة شهداء الضفة إلى 111 شهيدا، فيما شهدت مدينتا طول كرم وجنين المحتلة إضرابا عاما. كما تواصلت المظاهرات المنددة بالحرب الإسرائيلية المتواصلة ضد قطاع غزة. برصاص مستوطن حط حدا لحياته استشهد الشاب بلال محمد صالح 40 عاما في بلدة الساوية جنوب نابلس متأثرا بجروح خطيرة. وقد شيع الفلسطينيون جثمانه وسط حزن وغضب شديدين في وقت ارتفع فيه عدد شهداء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الجاري إلى 111 شهيدا وأكثر من 1950 جريح برصاص جنود الاحتلال والمستوطنين الذين زادوا من عدوانهم وهجماتهم بالضفة الغربية وطلبوا بتزويدهم بالسلاح والعتاد. هذه حرب شاملة أعلنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ويستهدف بشكل ممنهج الضفة الغربية بالقلب منها القدس وقطاع غزة بحرب إبادة جماعية معلنة على مرأى ومسمع من العالم. وفي ظل سياسة التعتيم وعزل قطاع غزة عن العالم بقطع شبكات الاتصال والإنترنت، لم تهدأ وتيرة التظاهرات والمسيرات في مراكز المدن تنديدا بعدوان الاحتلال وتلبية لدعوة المقاومة لتكثيف الحراك الميداني والاشتباك مع الاحتلال، حيث اندلعت مواجهات قرب نقاط التماس والاحتكاك خلفت عشرات الإصابات بعد استخدام الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي في مجابهة المتظاهرين. الرسالة واضحة من أول يوم، في احتلال، في مقاومة، حق شرعي لكل فلسطيني في هالبلد يقاوم بالطريقة اللي بشوفها. رسالتنا لغزة ولأهل غزة في البداية الله يكون معونكم، الله يكون معاكم. الصمود هذا خلاص طلعنا من قصة الصمود وما صمود، صامدين لآخر نفس. للمقاومة نتمنى أنها تظل بخير. ولفصل مدن الضفة الغربية، شرع الاحتلال بنصب بوابات حديدية عند مداخل المدن دون أن يوقف حملات اعتقالاته التي طالت 30 شابا يضافون لأكثر من 1500 منذ عملية طوفان الأقصى. تتسارع الأحداث في كل دقيقة وثانية بالضفة الغربية التي تبدو أشبه بقنبلة موقوتة توشك على الانفجار في أي لحظة في وجه الغزاة والطغاة والمتسللين إلى التاريخ والعابرين في كلام عابر مع ازدياد حالة الاحتقان. فالح نصير فالح، تلفزيون دولة الكويت، الأراضي الفلسطينية المحتلة. إذن مشاهدينا، للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل تلفزيون دولة الكويت من رام الله فالح نصير فالح. فالح، كنت ذكرت قبل قليل في التقرير الذي أرسلته لنا عن استمرار العدوان الإسرائيلي وانقطاع الكهرباء وشبكات الاتصال وما إلى ذلك، ولكن ما هي آخر مجريات الأحداث في غزة الآن؟ وأخبرنا أيضا، هل هناك أي تواصل؟ نعم، ربما مضت 24 ساعة على أصعب ليلة على قطاع غزة في ظل الضربات الجوية، فيما يبدو أهالي قطاع غزة كالباحثة عن النجاة في بحر لجي متلاطم الأمواج أمام استمرار الغارات واستهداف المناطق المدنية والآمنة في قطاع غزة مع ارتفاع أعداد الشهداء على مدار الساعة، فيما لم تفصح وزارة الصحة أو أنها لم تعد قادرة على إحصاء أعداد الشهداء فذهبت إلى النسب التقديرية. بعيد آخر إعلام من وزارة الصحة، هناك عشرات الشهداء ارتقوا في ظل استمرار الضربات من الجو وكذلك من المدفعية الإسرائيلية المتمركزة على تخوم قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية في هذه الليلة ردت بإطلاق رشقة كبيرة من الصواريخ التي دكت تل أبيب بالتوازي مع المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس حكومة الاحتلال ووزير الحرب ولقائه مع عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين طالبوه بضرورة إبرام صفقة تبادل مع الفلسطينيين، بإطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة وإطلاق سراح كل الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال، وما عرضه الناطق باسم كتاب القسام أبو عبيدة في هذه الليلة حين قال إن المقاومة منفتحة على إبرام صفقة جزئية أو كلية، لكن بمجمل الأحوال
تتطلع المقاومة أو تؤكد أنها لن ترضى بإبرام أي صفقة دون تبييض السجون الفلسطينية. الوضع كارثي في قطاع غزة على وجه الخصوص، لا سيما بعد أن أصبح معزولا عن العالم الخارجي وكذلك عن العالم الداخلي، بمعنى أن أهالي قطاع غزة لا يستطيعون التواصل مع بعضهم البعض بعد ضرب شبكات الاتصال والإنترنت، وكذلك الطواقم الطبية والإسعاف الفلسطيني لا يستطيع الوصول أو تلقي الاتصالات بخصوص الغارات المستمرة ومواقع الاستهداف. كان هناك تقدم بري محدود من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من 3 محاور في قطاع غزة. سرعان ما ردت المقاومة الفلسطينية بإطلاق عدد من الصواريخ صوب الآليات والمركبات والدبابات العسكرية الإسرائيلية، ما أحبط هذا التقدم صوب قطاع غزة، فيما تستمر الرشقات والضربات من قبل الطيران الحربي وكذلك من قبل المدفعية الإسرائيلية. اسمح لي فالح، بالتزامن مع تصعيد قوات الاحتلال الوحشي على غزة، ما هي الأوضاع الآن في رام الله؟ في الضفة الغربية على وجه الخصوص تخيم حالة من الغضب والاحتقان على مختلف المستويات، لا سيما على الشارع الفلسطيني الذي ينظم تظاهرات في كل يوم تنديدا بعدوان الاحتلال وكذلك دعما واسنادا للمقاومة الفلسطينية التي دعت لضرورة تكثيف الحراك الميداني والاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي عند الحواجز العسكرية ونقاط التماس في تكامل ووحدة للساحات الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية من خلال هذه التظاهرات والمسيرات التي يجابهها الاحتلال الإسرائيلي بوسائل القمح المفرط بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وكذلك الغاز المسيل للدموع في وقت يتبادل فيه جنود الاحتلال الأدوار مع المستوطنين الذين يطلقون الرصاص وكذلك انفلتوا من عقالهم وهاجموا عدد من القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية. من وآخر ما جرى هو استشهاد الشاب اليوم في قرية الساوية إلى الجنوب من قطاع غزة. بطبيعة الحال هناك حراك مستمر ومستديم في الضفة الغربية التي تقف على برميل بارود يوشك على الانفجار في أي لحظة وكذلك على صفيح ساخن، مع استمرار هذا العدوان المتواصل على أهالي قطاع غزة وسياسة التعتيم الإعلامي التي فرضها الاحتلال من خلال قطع شبكات الاتصال وكذلك الانترنت، مما ينذر بارتكاب الاحتلال مجازر كبيرة بحق المدنيين كما جرى خلال الأيام السالفة أو المنصرمة والتي أسفرت عن استشهاد 7703 شهداء، فيما ازداد هذا العدد بعد إعلان وزارة الصحة. مع استمرار الاقتتال الإسرائيلي يشار إلى أن نحو 75% من الشهداء هم من النساء ومن الأطفال، وكذلك هناك كارثة إنسانية تقترب من قطاع غزة وهو ما يدق ناقوس الخطر على حياة المدنيين في ظل نقص المستلزمات الطبية وكذلك الأغذية وقطع شبكات المياه وأيضا الكهرباء ومنع الوقود الذي يزود المشافي ومولدات الكهرباء بالطاقة لإنارة هذه المستشفيات بعد أن خرجت عدد من المستشفيات عن الخدمة. نعم فالح اسمح لي فالح أن أشكرك أشكرك جدا فالح نصير فالح مراسل تلفزيون دولة الكويت من رام الله. كل الشكر لك فالح، شكرا على هذه الإضاءة.